دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 24 يناير 2022. في هذه الجولة: مليونيات الثورة تتواصل وتخرج في مدن العاصمة الثلاث وفي مدن الولايات وأكبرها مسيرة ود مدني. حق الشهيد داعد وما حننساه، والشهيد جزء من الوطن وجزء من أحلامه أن تتحقق المدنية والديمقراطية في بلدنا. زيارة حميتي لأثيوبيا، ما هي الدلالات ولماذا هذا التوقيت؟ دخول أثيوبيا وقبول للأطراف واحد والأطراف السياسية ممكن تساهم في تهدئة الصراع وإنتاج اتفاق بين المكون العسكري والمدني. وكيف تسبب البرهان في حدوث أكبر فجوة بين الجيش والشعب؟ ولأن طريقه للإنقلاب كله كان مبني على مطامع ومخاوف شخصية، ما كان حريص على الأمن القومي للبلد. في تاريخ السودان كله في عسكري أغلق المينة بتاع بلده. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. انطلاق مليونية 24 يناير في الخرطوم وأكثر من 10 مدن في الولايات للمطالبة بالحكم المدني الكامل. إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على مواكب الخرطوم وأم درمان وإصابات وسط المتظاهرين. مدني تخرج عن بكرة أبيها في مليونية الوفاء للشهيد محمد فيصل شعيرية للمطالبة بإسقاط الإنقلاب. السلطات تستبق مليونية 24 يناير بشن حملة اعتقالات واسعة وسط لجان المقاومة بالخرطوم وتداهم مقراتها. إدانات محلية ودولية واسعة لاعتقال رئيسة منظمة لالي قهر النساء واعتقال الناشطة أزاهير محمد في كادوغلي بجنوب كردفان. وقف احتجاجية للكوادر الطبية أمام مستشفى المناقير رفضا للإنقلاب العسكري. مقتل شخصين برصاص مسلحين جنوب منطقة دوبل عمدة بولاية شمال دارفور. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على عربة في منطقة أبو زريقة على طريق الفاشر نيالة. مقتل امرأة وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار على توك توك في مهاجرية بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. حرق عربة وفقدان 4 أشخاص في حدثين منفصلين بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. مركز حقوقي يدين مقتل 8 أشخاص وحرق منازل واستهداف منازل قيادات اجتماعية في أدي كونغ بولاية غرب دارفور. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول آخر تطورات الأوضاع في السودان اليوم الاثنين. محكمة الاستئناف تؤيد حكم الإعدام لستة من الدعم السريع في بلاق مجزرة الأبيض. حزب الأمة القومي يطالب البرهان بالتنحي وإزالة آثار الإنقلاب. 6 وفيات و 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. شكرا الصادق زكريا. ننتقل مباشرة إلى زاوية خبر وتعليق ونستضيف اليوم الصحفي الزميل جعفر السبكي. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة. اليوم نتحدث عن زيارة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو حميتي يوم السبت إلى أديس أبابا في ظل تدهور العلاقات بين البلدين بجانب التطورات السياسية في الداخل، خاصة الحراك السياسي الذي انتظم البلاد، وأيضا المظاهرات التي تدعو بإزالة المكون العسكري والمجلس الانتقالي من إدارة البلاد. فهذه زيارة يقال إن الزيارة تمت بطلب من المجلس الانتقالي بخصوص إجراء مشاورات مع الحكومة الأثيوبية باعتباره كان جزء أساسي في المفاوضات بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأثيوبيا كما معروف ساهمت في إنتاج الوثيقة الدستورية، فبالتالي هذه الزيارة أعتقد أنه
طرحت عدد من التساؤلات في الشارع السوداني والإعلام العالمي، لأنه جاءت في وقت فيه تصعيد بين الطرفين المكون العسكري والأحزاب السياسية، بخصوص الأوضاع في السودان. أيضا هنالك مشاكل بين السودان وأثيوبيا، خاصة منطقة الفشقة واللي بتدور فوق النزاع حولها بجانب ملف سد النهضة. أيضا الزيارة بتأتي في إطار مبادرة بتاعت الأمم المتحدة والجهود الإقليمية اللي بتحاول إنه تحل إشكالات الوضع المعقد في السودان. فأعتقد إنه الزيارة دي ذاتها جات بعد اجتماعات طويلة للوفد الأمريكي مع المكون العسكري والتنظيمات السياسية في السودان. فعند ذهابهم إلى أثيوبيا الآن بعدهم زار حميدتي أثيوبيا، فأعتقد إنه الزيارة مرتبطة بجهود الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أثيوبيا والسودان ومصر في خصوص ما يتعلق بسد النهضة اللي المفاوضات الآن واقفة بيناتهم. أيضا الزيارة بتأتي لتهدئة التصعيد العسكري، لا سيما أنه الحكومة الأثيوبية الآن في طريقة لحسم معركتها الداخلية مع قوات التيغراي. فاعتقد ان المجلس او ربما المجلس العسكري تخوف من ذلك، وبالتالي يريد انه يهدئ التصعيد العسكري بين السودان واثيوبيا واعادة العلاقات كما كانت في السابق. وخاصة انه ظهر امس رئيس المجلس العسكري البرهان اصدر قرار باعلان وقف اطلاق النار في كل السودان، وربما ده واحد من ثمرات اللقاء بين حميدتي والرئيس الاثيوبي ابي احمد. ايضا الشق الثاني تكلم عنه في الزياره بتتعلق بمقر الاتحاد الافريقي، فحميدتي امس اجرى مباحثات مطوله مع عدد من قيادات الاتحاد الافريقي وفي مقدمتهم موسى الفكي مفوض الاتحاد الافريقي. وسبق للسودان انه رفض وساطة الاتحاد الافريقي اثناء الانقلاب 25 اكتوبر، وقالوا انهم ما بيريدوا اي وساطة افريقية لانهم في الداخل بيستطيعون حل الازمة الداخلية. الان الوضع تغير وهم الان في ورطة، وبالتالي ذهبوا الى الاتحاد الافريقي من اجل احياء او مساعدة السودان في الاخراج من الازمة الحالية، خاصة انه اثيوبيا كانت حاضرة في اتفاق اللي تم بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وحضرت توقيع الرئيس والوزراء أبي أحمد في ذلك الوقت. وبالتالي المجلس العسكري يرى أنه دخول أثيوبيا وقبول للأطراف واحدة والأطراف السياسية ممكن تساهم في تهدئة الصراع وإنتاج اتفاق بين المكون العسكري والمدني مع إحياء البروتوكولات الموقعة بين أثيوبيا والسودان. المعروف أنه الحدود مغلقة بين الطرفين، فإمكانية فتح المعابر. أيضا سبق الزيارة السلطات الأثيوبية قاموا بإطلاق سراح 25 من السودانيين كانوا معتقلين، حسب حديث والي النيل الأزرق أحمد العمدة، واللي قال أنه الخطوة دي بتأتي كنتاج للبروتوكولات الموقعة في مؤتمر تطوير العلاقات الحدودية بين النيل الأزرق وإقليم بني شنغول. وكانوا المعتقلين دي كانوا يتواجدوا في سجن اسمه باصوصة، أيضا بجانب تفعيل الاتفاقيات التجارية والأمنية بين البلدين. أعتقد أنه دي كانت مبادرة طيبة من الجانب الأثيوبي. أيضا الملفت أنه الرئيس الأثيوبي أبي أحمد ومجلس السيادي وعبر عن نيابة عن الشعب الأثيوبي بزيارة لحميدتي باعتباره بلده الثاني، وأعرب أنه في تقديره لأواصر العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والأثيوبي، وأنه بتربطهم علاقة متينة ولا يمكن فصلها مهما كانت الظروف، وأكد سعيهم لبذل قصارى جهدهم للحفاظ على هذه العلاقة وتعزيز بما فيه الخير للبلدين. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. في الوقت الذي تطالب فيه بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية لاحترام حق التجمع والتعبير عن الرأي، تخرج اليوم مليونيات جديدة في مدن السودان المختلفة وفي مدن العاصمة الثلاث. تحدثت ظهر اليوم إلى أحد المشاركين في مسيرة أم درمان بشارع الشهيد عبد العظيم.
بعد المجزرة اللي حصلت يوم 17 الشارع كان حزين جدا، والشارع كان يعني فيه إحساس من إحساس ما جميل، يعني الحزن المسيطر على الشارع السوداني بصورة عامة في كل ولاية السودان. كنا شايفين الظلم والقهر الحاصل في الشوارع بسبب استشهاد مجموعة من الثوار وعدد من الجرحى والمفقودين والمحتغلين. اليوم تنسيقيات ولاية الخرطوم المختلفة دعت لمواكب 24 يناير مواكب يعني خرجت من كل ولاية الخرطوم الثلاثة، مدرماء الخرطوم وبحري مدر الخرطوم الثلاثة، كل جهة كانت عندها واجهة معينة. مواكب مدرمان الآن بتتجمع في شارع الأربعين أو شارع الشهيد عظمة. 24 يناير تزامن مع استشهاد الشهيد عبد العظيم اللي تسمى الشارع بتاع الأربعين باسمه شارع الشهيد عظمة عبد العظيم، اللي كان بيتكلم مع العسكر واللي كان بيتكلم مع أخوان الثوار وبيقول إنه لا يمكن الاستلقاء أثناء المعركة، وكمان الشهيد محجوب اللي كان بيحمي زميلاته في الجامعة شهيد جامعة البرادي. المواكب بدأت تصل من مناطق مختلفة في أم درمان. أنا بكلمك الآن أنا في مدينة أم درمان في شارع الشهيد عبد العظيم. مواكب مبدة الآن وصلت، مواكب كرري على وشك، مواكب مبدة جنوب، ومواكب أم درمان القديمة وصلت الآن. مواكب كويسة لحد الآن، في انتظار طبعا بقية المواكب لأنه في مواكب بتكون بعيدة أصلا. المواكب عندها شعارات وعندها أهدافها يعني بتنادي بأنه الآت الثلاثة تكون موجودة في تفاصيل كل موكب، إنه ما عايزين شراكة مع العسكر والعسكر ما ممكن يتشاركوا، ده على حسب الهتافات الموجودة. كمان الهتافات الخاصة بالشهداء وتم الشهيد دمي وأم الشهيد أمي، وبصورة عامة المواكب فيها نوع من الحزن لكن ما فيها نوع من اليأس والإحباط. الثوار محافظين على السلمية بتاعتهم ومحافظين كمان على أنه يوصلوا صوتهم كل يوم، والناس ما حتيأس أكيد حتوصل صوتها وحتوصل مطالبها لحد ما تجي حكومة مدنية نتشارك فيها في الحق والواجبات، ومدنية بتجرح لأي واحد فينا. نعم، طيب المسيرات اليوم دي طلعت بدري، أنا شايف يعني حسب الدعوات اللي أنا شايفها في السوشيال ميديا. نعم. من الساعة 10 يعني خلافا. نعم. للمرات اللي فاتت. نعم، في مسيرات توجهت لمنازل أسر الشهداء في مدرمان وفي الخرطوم، برضو دعت لها التنسيقيات اللي هي بدت المواكب أو التجمع بتاع المواكب بدأ الساعة 1 بصورة عامة الساعة 1، لكن التجمع اليوم بدأ الساعة 10. في مواكب توجهت لأسر الشهداء، ثم من بعد ذلك جات للواجهة اللي هو شارع الأربعين. أنا بتكلم عن شارع الأربعين. في مواكب أيضا في الخرطوم زي ما شفنا في السوشيال ميديا، شفنا مواكب طلعت بدري جدا توجهت لأسر الشهداء باعتبار أنه بيسموه أنه دائرة جميل أو ده واجب عليه على الثوار أنه يصلوا أسر الشهداء ويقولوا لهم أنه حق الشهيد بعيد وما حننساه، والشهيد جزء من الوطن وجزء من أحلامه أنه تتحقق المدنية والديمقراطية في بلدنا. نعم يعني في أيوه تفضل. كمان المواكب بعد ما تصل حتكون الواجهة، يعني بعد تجمع جميع المواكب بتاعت مدرمان الناس حتحاول أن تتجه للخرطوم في المواكب اللي بتاعتها برضو التنسيقيات، والميدان أو اللجنة تحت الميدان هي اللي بتحدد شكل الحاجة بكيف. بعد ذاك أنت عارف أنه في وقت معين بيكون في غمع، يعني ما في مواكب سلمية بتخلو من القمع اللي هو العسكر بيواجهوا المطالب بيواجهوا المدنيين بالرصاص والقنابل الصوتية والدوشكات، ودي حاجة مؤسفة جدا. رغم انه انا اكدت لك في بداية كلامي انه الناس ملتزمة بالسلمية من خلال الشعارات الموجودة، والناس بتوعي بعض انه السلمية دي سلاح مجرد، انه السلمية بتقدر تتحدى بها الجيوش وتقدر تتحدى الأسلحة الثقيلة ذاتها. الثوار محافظين على السلمية، وان شاء الله اليوم ما نخسر زول وما نزيد زول، وإن شاء الله تكون لحد الموكب ما يخص تكون كل الناس وصلوا بيوتها في أمن وأمان إن شاء الله. نعم، أنت هسه بتشوف كده في الشارع يعني في وجود أمني ظاهر؟ الآن الوجود الأمني هو طبعا في مناطق معينة أو في أماكن معينة اللي هو المداخل والمخارج اللي هي الرئيسة اللي بتكون في أول الشارع في آخر الشارع والمناطق بتحت الأقسام.
دي موجودة أصلا يعني ما في موقف بتخلو منه. حتى المواكب دي أغلبيتها بتغير الطريق بتاعها عشان تصل بطريق أو بطرق مختلفة تجنبا للاحتكاك مع العسكر وتجنبا لأنه يكون في تعنيف للثوار يعني يقدر يوصل الواجهة بتاعتهم بسهولة. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم. المؤسسة العسكرية هي أكبر خطر على الأمن القومي السوداني، والخبراء الاستراتيجيين الذين يتحدثون باسمها هم مجموعة من الكذابين. هذا بعض ما قاله الأستاذ الحاج وراك رئيس تحرير صحيفة الديمقراطي في ندوة عن الراهن السياسي نظمها حزب المؤتمر السوداني، واخترنا لكم منها هذا الجزء. الآن الشعب السوداني بيعمل في مأسرة تاريخية، خصوصا شبابه اللي جمعهم، والحمد لله إنه الواحد حضر اليوم ده. الأزمة العصيبة دي رافقة المآثر العظيمة للشباب السوداني ولجمعهم. أول حاجة توصيف ما جرى، طبعا حتى الآن في بعض الانقلابيين والدعمين للانقلاب بيقولوا دي إجراءات تصحيحية. ولاحظ أنا دار أعلق على الحياة دي لأنه حتتكرر معانا ممكن تاني، اللي هو الفكرة إنه في طرف غض النظر عن تمثيله لما يدعيه، هو بيدعي تمثيله للجيش رغم إنه هو ما بيعبر عن الجيش، لكن المهم في طرف نفترض الجيش نفسه أعطى نفسه إنه يكون عنده القلم ويصحح للآخرين. طيب لما انت تضع نفسك في مقام انك بتصحح للاخرين معنى بالقوه بحكم ملكيتك للقوه ده انقلاب، ما هذه مش اجراءات تصحيحيه اتفقوا على السودانيين. انت بحيازتك على هرم السلطه العسكريه بديت تصحح للناس كراساتهم، اللي اداك الحق في انه صحح كراسات الاخرين شو ده التفكير الانقلابي. هو طبعا قدم مبررات كثيرة، المبررات دي يا جماعة مهم مناقشتها لأنه حيستند على أي انقلابي. واحدة من المبررات طبعا إنه خلافات وضعف القوى السياسية. طيب يا جماعة أصلا هو الطبيعي إنه القوى السياسية أي مجتمع لازم يكون فيه خلافات، والخلافات دي تعبير عن مصالح مختلفة، معارف مختلفة، أمزجة مختلفة، والطبيعي إنه المجتمع يعبر عن اختلافاته، لكن مفروض يعبر عن اختلافاته باحترام وسلمية. صح نحن جزء من خلافاتنا ما كان في احترام لبعضنا البعض وده خطأ، لكن السؤال إنه أنت داير تصادر الخلافات في المجتمع، ما هو ده الانقلاب ودي الشمولية، إنك داير تصادر الخلاف. وأصوأ الخلاف منتج ومثمر، هما في خصب إلا بالاختلاف، ما هو الذكر والأنثى هما البنتجوا، هم البنتجوا النماء والخصب، والسماء والأرض بنتجوا الخصب، لكن دي الخمس مشكل دايرين المجتمع كله خمس مشكل، لا ذكر لا أنثى، يعني ما في اختلاف. ما في اختلاف معناه شنو؟ مخرز من التعبير عن الاختلافات. طيب ضعف القوى السياسية، والأخطر منه إنه القوى السياسية الطبيعي تختلف يعني وتفض خلافات سلميا وباحترام، ده أصلا ده المطلوب لأنه ده بيعمل الثمار في البلد. لما تتمخض مشاريع مختلفة المجتمع بتنور أكثر وبيختار الطريقة الأفضل، لكن الخطورة إنه المؤسسة العسكرية الأمنية تكون فيها خلاف وما تعنى بفض اختلافاتها وتمشي تفض الخلافات في القوى السياسية. هسه الآن المؤسسة العسكرية هي المختلفة مع بعضها البعض، ودين لما يختلفوا بيختلفوا بالسلاح، وعشان كده الآن هو أكبر خطر على الأمن القومي للبلد المؤسسة العسكرية الأمنية الغائمة الآن في البلد، أكبر خطر على الأمن القومي للبلد. طيب انت يعني شرعنة انقلابك دي ما قايمة على اي اساس؟ طيب وضعف القوى السياسية
طبعا الآن بعد 30 سنة من الشمولية البلد كلها ضعيفة، والقوى السياسية ضعيفة، والجيش ما ضعيف. هسه الفرق الأوائل اللي بتحيون نهل ما دليل عليه انه انتوا وصلتوا يا تحيتها، ما دليل عليه انه وصلتوا يا تحيتها. المؤسسة العسكرية والخبراء، الخبراء العسكريين اللي بيجون في التلفزيونات دي. ويا جماعة صراحة يعني دائما الخوايات بيقول لك ما المشكلة، مش الاوبينيه، المشكلة الكواليتيز. يعني ما في مشكلة انه زول يقول راي خطأ، ما صو السياسة دي ظنية والناس بيقولوا فيها آراء ممكن تطلع خطأ، لكن القضية كلها في الكواليتيز بتاعتك اللي بتعبر بها عن الرأي ده. هل انت في استقامة ونزاهة في موقفك؟ عندك قدرات فكرية وثقافية وسياسية في التعبير عن موقفك؟ طيب شوف الخبر اللي بيجيبون ده، ما المشكلة انه يدافع عن الانقلاب ده؟ وده رأي، لكن شو بيدافع عنه؟ بعدم نزاهة. ما فيهم واحد ما كذاب أصلا، ما فيهم واحد ما كذاب، يعني كلهم ما عندهم أخلاق. الكواليتيز لو كواليتي من البشر، وديل خبراء وفرقة وعمدة وشنو ما تعرف وكذا، وكلهم ما عندهم قدرات لا فكرية لا ثقافية، لدرجة تضحك عليهم السياسة بتاع الجوريلا ووريور ده، وده ذاته تأهيل جوريلا ووريور، يضحك عليهم السياسة. وفعلا قال يعني ده تهريج أصلا. الشعب السوداني ده شعب مثقف، ما ممكن يطلعوا لنا الناس دي. فده بوريك انه يا اخي انت زي ما بتشوف القضايا اللي في عين اخوك، شوف الخشب اللي في عينك انت اول، شوف خبراك دي. يعني هسه انتوا عندكم واحدين، والله اي طالب في جامعة الخرطوم في الركن بتاعه احسن من الخبراء بتاع عندكم دي، اي طالب في جامعة الخرطوم. فما يعني ما عندهم قدرات، مش المشكلة انه رايهم غلط، مش المشكلة رايهم خطأ. طيب الحاجة الثانية، قالوا انه والله في اربعه سموهم اربعه طويله كانوا مسيطرين على الاوضاع، ونحن دايرين فك السيطره تحت الاربعه طويله دي. وفعلا كان في مجموعه مسيطره اغلقت الانتقال. دي مشكلتنا معانا احنا كمدنيين، لكن انت ما من حقك تتكلم عن ده. ليه؟ اول حاجه بيرددوا الحجه دي، منه بيرددوا الحجه دي؟ الحركات المسلحه الداعمه للانقلاب. طيب يا اخي انت المدنيين الاربعه ليل كانوا دايرين يمثلوه، واقصوا عدد ضخم من المدنيين في البلد، اقصوا عدد ضخم من المدنيين، لكن انت عندك حق، عندك حق للشكوى بتاع الحركات ديل؟ انت عندك وزاره الماليه، وعندك التعدين، وعندك الرعايه الاجتماعيه، فيها الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، اكبر محل فيه قروش في البلد. طيب انت بتشكي من شنو؟ انت بتشكي من شنو؟ يعني من حق المدنيين التانيين يقولوا لناس الحريه والتغيير انتوا اغلقتوا الانتقال. ودي ذاتها احنا كنا بنقول لهم بتين، كنا بنقول لهم قبل الانقلاب، لكن بعد الانقلاب زي ما قالت واحده من الغيات النسويه، يا اخي اذا طفروا لك حراميه والبيت بتقعد تزعل في اخوانك؟ يا جماعه انت الغلطان منه والما غلطان منه؟ رأي ان شاء الله حتى لو واحد فيهم فتح الباب للحرام. المشكله الان نطرد الحرام، مش نشاكل في انه القصر منه والما قصر منه، الخل الباب فاتح منه. وهو اصلا ده لو خل الباب فاتح، لو ما خل الباب فاتح كان حيطفر اصلا، مطفر، لكن كان ممكن المواجهة له تكون أفضل لو كان فتحنا الانتقال للقوى المدنية، ناخذ أفضل ما في الشعب السوداني وندخله هياكل السلطة الانتقالية. كان الانقلاب واجه مقاومة أفضل، ورغم الآن واجه مقاومة هي مأثرة تاريخية بكل المشاكل، مأثرة تاريخية. طيب ها ديل اللي قالوا أربعة طويلة ديل، يا أخي ديل كانوا أربعة أحزاب، إنتوا الآن ثلاثة أشخاص، البرهان حميتي وعمر البشير عبر عريكرتي، يعني هو ثلاثية. الثلاثية دي الثلاثية الانقلاب، لأن هي ثلاثية خلف خلاف مختلفين مع بعضهم البعض،
تحسبهم جميعا وغلوهم شتى، ديل بالضبط هو ثلاثي شملة كنيزة ثلاثة وقدهم رباعي، هي ثلاثة لكن قدها أربعة، عشان كده ما عندها القابلية للحياة، ثلاثية الانقلاب ما عندها القابلية للحياة، وده أنا حامشي فيه بالتفصيل. طيب اللي هو يعني شملة كنيزة دي انتوا تعرفوها طبعا الشباب الأسي ما بعرفوها، لكن المهم في الفكرة بتاعتها انه حاجة يكون يعني هي ثلاثة متر لكن قد أربعة متر، للتعبير كناية عن انه الموضوع ده بايظ تماما، بايظ تماما. وهسي صراحة الآن لأنه على حاجة يقول انه الانقلاب وحي، طيب يا جماعة هل في مجتمع ما عنده مشاكل؟ ما أي بلد فيها مشاكل، عشان كده ما كفاية تسرد لي إنه في مشاكل، ما أصله في مشاكل، أي بلد فيها مشاكل، سويسرا فيها مشاكل، سويسرا فيها مشاكل. السؤال إنه المشاكل أنت داير تحلها بالحوار السلمي في المجتمع، وإنه غالبية المجتمع تختار اختيار متنور بناء على تداول حر، أن في طرف واحد يفرض رأيه بالقوة. ولذلك في المجتمعات التعددية المشاكل بتودي المجتمع إلى الأمام أكثر. أمريكا جاء ترامب مشكلة، فيها مشكلة تحت اضطهاد الأفريكان أمريكان، لكن لأنه مجتمع متعدد مفتوح أي أزمة تجي بتخلي المجتمع ده يتطور أكثر إلى الأمام. لكن البلد اللي فيها نظام شمولي الأزمة بتكسرها مش بتطورها، ده الفرق بين النظام الشمولي والنظام التعددي المفتوح. طيب إذن ما من حق طرف بيدعي الوصاية، وهو بالنص قال كده حتى بأصبعه كده قال نحن أوصياء، يرضى من يرضى ويابى من يابى، كده أوصياء بالنص، هو بالنص قال إنه نحن أوصياء. طبعا هو متستر خلف الجيش انه هو وصي باسم الجيش. الان اكبر فتنة تمت في تاريخ السودان الحديث واكبر فجوة نفسية بين الجيش والشعب السوداني سبب البرهان، اكبر فجوة نفسية تمت في تاريخ السودان المعاصر تاريخ السودان الحديث تمت بسبب البرهان. الجيش كان فيه تشوهات وكان بيقتل في الهامش، لكن كان في حركات مسلحة، ما كان في انترنت، ما كان في ميديا، كل ده. الآن الفجوة العمل البرهان دي أكبر خطر على الأمن القومي للبلد. ما في بلد ممكن تكون الفجوة بين جيش وشعبه لهذه الدرجة. أنت بتخلي قوات نظامية تدخل المستشفيات ترفض تأخذ الجرحى بالإسعاف، دي المحتل ما بيعملها في الحرب، في الحرب الأعداء ما بيعملوها تجاه بعضهم البعض. بتنزل قوات نخبة تضرب متظاهرين سلميين بالدوشكا، بالدوشكا لمدنيين. ما في فجوة، فجوة بين الجيش والشعب عملها شخص أكثر من عمل البرهان. ولأنه طريقه للإنقلاب كله كان مبني على مطامع ومخاوف شخصية، ما كان حريص على الأمن القومي للبلد. في 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 تاريخ السودان كله في عسكري أغلق المينة بتاع بلده، يغلق مينة بلده في وقت السلم عشان يعمل انقلاب ويدس السكر ويدس ورق الجوازات، يدس ورق الجوازات يا أخي. ده حدود أصلا، حدود ما كان بتصور سوداني عن زول في القوات النظامية. راديو دبنجا. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.